الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أبنائي وبناتي تلاميذ الصف السادس الابتدائي، إن شاء الله النهاردة عندنا مراجعة ليلة الامتحان في مادة التربية الدينية، قصة السيدة خديجة رضي الله عنها أم المؤمنين. لو أول مرة تشوف القناة بتاعتنا، يا ريت تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وما تنساش هسيب لك رابط المراجعة في صندوق الوصف أسفل الفيديو. أم المؤمنين والجهر بالدعوة. أكمل ما يلي: اهتزت الدار فرحا لخديجة، وأقبل الأحباء طبعا مسرعين يهنئون، ووهبت السيدة خديجة للفقراء والمساكين. بدأت تعاليم الإسلام تنتشر بين ذوي العقول السليمة والقلوب الخيرة. آمن بدعوة الإسلام كثير من الضعفاء والمستعبدين، لأنهم وجدوا في الإسلام منقذا مما يلاقوه من الظلم. ضع علامة صح أو خطأ: ارتاب رؤساء مكة في الدين الجديد وخافوا تعاليمه. طبعا إجابة صحيحة. عامل رؤساء مكة الضعفاء الذين أسلموا برفق ولين ليردوهم لدينهم. طبعا إجابة غلط. بذلت السيدة خديجة رضي الله عنها جهدا كبيرا لمساعدة الضعفاء. الإجابة صحيحة. القاسم أول أبناء السيدة خديجة. الإجابة خطأ. اختر الإجابة الصحيحة. قالت السيدة خديجة للرسول: لابد من سماع كلام الناس، تدبر الأمور جيدا، ولا إنذار عشيرتك. طبعا إنذار عشيرتك. استمرت دعوة الرسول في الخفاء مدة طبعا 3 أعوام. بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم الجهر بالدعوة بين أهله. عدم استجابة رؤساء مكة لدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الأصنام هو دين آبائهم وأجدادهم، وأن الإسلام سوى بين الناس جميعا. عزم الرسول صلى الله عليه وسلم الجهر بالدعوة بين أهل مكة جميعا، طبعا تنفيذا لأمر الله تعالى. صل ألف ما يناسبه من به: واحد، قالت خديجة في جد وعزم: دعهم كما أمرك ربك وقرأ عليهم القرآن. 2، لن أدعوهم هذه المرة وحدهم، بل سأدعو أهل مكة. 3، تبا لك لهذا جمعتنا. طبعا قالها صاح عمه أبو طالب في غضبه، إيه، وقال هذه الكلمات للرسول صلى الله عليه وسلم. 4، تمنى المحبون لمحمد صلى الله عليه وسلم لو سدد ضربة لعبد العزة تخرس لسانه، اللي هو طبعا إيه أبو لهب. ما الذي كانت تفعله السيدة خديجة عندما كانت تسمع الآيات؟ كانت تزيعها بين من يودها من النسوة، يعني الناس اللي كانوا بيزروها كانت ايه، كان بتقولها لهم. من اول من تلقى تعاليم الاسلام من النبي صلى الله عليه وسلم؟ هي السيدة خديجة رضي الله عنها. كيف عمل رؤساء مكة الضعفاء الذين اسلموا؟ كانوا يعذبونهم باقصى الوان العذاب. في مواجهة الحصار أكمل ما يلي: اشتدت المواجهة بين النبي وبين قريش، والرسول ماض في دعوته. قرر القريشيون القضاء على اتباع محمد ليكونوا عبرة لمن يفكر في الإسلام. شاعت في مكة مناظر التعذيب والتنكيل بالأرقاء والضعفاء من المسلمين. اختر الإجابة الصحيحة. أذن الرسول صلى الله عليه وسلم بالهجرة لنشر الدين ولا لإبعادهم عن الأذى؟ طبعا لنشر الدين وإبعاد أصحابه عن الأذى، هما معا. كانت الهجرة إلى الحبشة
لعدل ملكها ولا لطيب صاحبها ولا لوفرت خيراتها؟ طبعا لعدل ايه؟ ملكها. حين علمت، لو كان طبعا النجاشي، حين علمت السيدة خديجة بهجرة ابنتها رقية وزوجها بكت وحزنت ولا رفضت هجرتها ولا دعت لها؟ طبعا دعت لها. ضع علامة صح أو علامة خطأ. تعاهدت قريش على حصار المسلمين لقتلهم جميعا، طبعا إجابة صحيح. حوصر المسلمون في شعب علي، طبعا إجابة خطأ. كان حصار قريش للمسلمين اقتصاديا فقط، طبعا إجابة خطأ. اتحدوا بنو هاشم وبنو عبد المطلب وصمدوا في مواجهة الحصار، طبعا الإجابة صحيح. علل لما يأتي. علق المشركون صحيفة المقاطعة والحصار على أسطار الكعبة، طبعا تأكيدا لعظمتها وضمانا لاحترامها والعمل بها. كان المشركون لا يريدون أن تدخل السيدة خديجة في الشعب المحاصر، طبعا خوفا من تدبيرها، حيث أنهم يشكون في أنها ستفسد عملهم كله إذا دخلت الشعب بما معها من مال وزاد، وهذا يقوي المسلمين المحاصرين. ماذا تعرف عن موقف الإسلام من وأد البنات؟ طبعا حرمه الإسلام. صل ألف ما يناسبه من ب. واحد، كان حصار قريش للمسلمين اجتماعيا طبعا واقتصاديا. اثنين، حوصر بنو هاشم وبنو عبد المطلب في شعب أبي طالب. ثلاثة، أكل المحاصرون في الشعب من شدة الجوع أوراق الشجر. أربعة، علق العرب على أسطار الكعبة، طبعا إيه؟ أثمن ما يقدرون من الخطب والقصائد. وفاة أبي طالب أكمل ما يلي. عادت السيدة خديجة رضي الله عنها من الحصار طبعا شديدة الفرح بنصر الله، وامتلأت الدار بجموع المهنئين. قضى أبو لهب ومرأته أم جميل ليلتهما في حزن بعد عودة المسلمين من الحصار. رأى أبو لهب أن مواجهة محمدا لم تعد سبابا أو حصارا، بل استخدم السهم الأخير. ضع علامة صح أو خطأ. قطع أبو لهب صلته بأخيه أبي طالب وابن أخيه محمد صلى الله عليه وسلم، طبعا الإجابة صحيح. كان أبو لهب يرى أن الداء الأكبر يكمن في بيت أبي طالب، طبعا الإجابة خطأ. قاطع قوم خديجة محمد ولم يساندوه، طبعا الإجابة خطأ. اعتنق أولاد أخت خديجة الإسلام، الإجابة صحيح. اختر الإجابة الصحيحة. طلبه بعض المشركين أن يتركوا أبا طالب طبعا لمرضه وشيخوخته. حين خاطبت قريش أبا طالب في أمر محمد طبعا لم يصلوا إلى حل. علل لما يأتي. عرض محمد نفسه على القبائل ليدعوهم طبعا إلى الإسلام ويعلمهم الدين. كان أبو لهب يريد أن تبدأ قريش بقتل خديجة طبعا لأنها تمتلك مالا كثيرا وتساند الرسول صلى الله عليه وسلم وتساعد المسلمين. صل ألف ما يناسبها من ب. انتظر الكفار موت أبي طالب طبعا ليضاعفوا تعذيب المسلمين. اثنين، حين سمع الرسول بوفاة أبي طالب انقبض صدر الرسول عليه الصلاة والسلام. ثلاثة، حزن الرسول لأن أبا طالب أشرف على الموت. وداع وأسى. أكمل ما يلي. اشتد خوف السيدة خديجة رضي الله عنها على رسول الله من أذى المشركين، فزادت من معاونته ومواساته. لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم يظن أن السيدة خديجة ستمضي سريعا بعد أبي طالب وتتركه ولم يعد له سواها. ضع
علامة صح أو علامة خطأ. أتمت السيدة خديجة 65 وقلبها ما زال شابا؟ الإجابة صحيحة. إزاء المشركين للرسول صلى الله عليه وسلم، أصاب السيدة خديجة بالإحباط؟ الإجابة خطأ. كلما تقدم السن بالسيدة خديجة زاد تعلق الرسول بها؟ الإجابة صحيحة. صل ألف ما يناسبها من باء. 1- الرسول وبناته ينظرون إلى خديجة في حسرة، طبعا عاجزين على أن يصنعوا لها شيئا. 2- سكن الجسد النشيط الذي تحرك طويلا في سبيل الله. 3- كل من في مكة مشغول بالسيدة خديجة يسأل عنها ويتعرف أخبارها. ذكريات ووفاء. ملخص الفصل: بعد وفاة أم المؤمنين السيدة خديجة رضي الله عنها ازداد أذى الكفار بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وشعر النبي صلى الله عليه وسلم بافتقاده تأييد السيدة خديجة رضي الله عنها. السيدة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تقوم بدور أمها السيدة خديجة رضي الله عنها في مواساة النبي صلى الله عليه وسلم والتخفيف عنه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتذكر أم المؤمنين السيدة خديجة رضي الله عنها مع كل حدث يمر به حبا ووفاء لها. السؤال الأول: أحس النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام بعد خديجة بفراغ ووحشة، وكلما تذكر جهادها وعطفها وبرها اشتد به الحزن وفاض به الأسى حتى بدأ أثره في وجهه وجسده. تخيل الإجابة الصحيحة. معنى الأسى طبعا الحزن، معنى بدأ أي ظهر عليه. السؤال الثاني: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب ابنته رقية حبا شديدا، فما السر في ذلك؟ طبعا لأنها كانت كبيرة الشبه بأمها خديجة رضي الله عنها، يذكره بها جمالها وإشاراتها وألفاظها وبسمتها الرقيقة وعقلها الكبير، فيدعوها ويطيل النظر إليها كما يطيل الاستماع إلى حديثها. السؤال الثالث: ظل النبي وفيا للسيدة خديجة بعد موتها، اذكر بعض المواقف التي تدل على ذلك. لا يخرج من البيت إلا ويذكر السيدة خديجة ويثني عليها ويدعو لها، وكان كل نصر يذكره بالسيدة خديجة التي كانت تفرح له، وكل هزيمة تذكره بالسيدة خديجة التي كانت تتألم لها وتواسيه فيها. كان يعطي مواليها ويصل صديقاتها ويبر حبيباتها، وكان إذا ذبح الشاه يقول باهتمام: أرسلوا إلى صديقات خديجة فإني أحب حبيباتها. السؤال الرابع: من أكثر أولاد السيدة خديجة شبها بها؟ طبعا السيدة رقية. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. وهنا نكون انتهينا من حل المراجعة بتاعتنا. أتمنى الفيديو يكون عجبكم. ما تنساش تعمل لايك للفيديو. لو أول مرة تشوف القناة بتاعتنا ياريت تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.